بعد جولة من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين تولاها المركز الماروني للأبحاث والتوثيق بغية الخروج بنقاط مشتركة حول هواجس اللبنانيين ونظرتهم إلى الحلول للمشاكل القائمة، خرجت بكركي بمذكرة وطنية من 4 مفاصل حددت من خلالها الثوابت الوطنية القائمة على العيش المشترك، الميثاق الوطني والصيغة، قبل أن تفصل الهواجس الراهنة وتحذر من عدم إنتاج دولة قادرة ومنتجة. ومن نتائج هذا المنزلق الخطير بروز الأمن الذاتي الذي يعلل مبرر وجوده بعجز الدولة، لذا نحذر من استمرار التفرد والتعنت والطمع في السلطة. وفيما لم تأتي المذكرة بأي إشارة للمقاومة، شددت على التمسك بالقوى الشرعية. نجزم أن حياد لبنان المرتكز على قوته الدفاعية بدعم الجيش وسائر القوى الأمنية يجب العمل على تحييده عن الصراعات بين المحاور كما نص عليه إعلان بعبدة، والتوصل إلى الاستراتيجية الدفاعية الوطنية المنشودة، الالتزام الجدي ببناء الدولة العادلة من خلال حفظ السيادة وحصرية القوة العسكرية في يد الشرعية، باستكمال بناء جدي لجيش عصري مجهز بالعتاد والأسلحة المتطورة الهادفة، وتقوية قوى الأمن وسائر الأجهزة الأمنية. مذكرة بكركي التي خرجت مدوية عشية عيد مارمارون بكتيب تضمن أكثر من 20 صفحة حددت كيفية الانطلاق نحو مستقبل أفضل قائم على الحوار الداخلي والتأكيد على الميثاق ووجوب إحلال السلام في سوريا وعودة اللاجئين. يبقى انتخاب رئيس جديد للجمهورية من ضمن المهلة المحددة دستوريا وخارج أي جدل دستوري الشرط الأساسي الذي من دونه لا حضور للدولة. وفي تحديد الأولويات دعت المذكرة إلى وضع قانون انتخابي جديد وتأليف حكومة كفية لا ترتجل الحلول وتلتزم ببياناتها الوزارية. مصادر بكركي أكدت للأم تي في أن البطريرك الراعي يعتبر هذه المذكرة بمثابة البيان الرئاسي الجديد لرئيس الجمهورية المقبل. وفي المعلومات أيضا أنه إلى جانب اللجنة التي شاركت في إعداد هذه المذكرة هناك لمسات خاصة للوزير الشهيد محمد شطح.